بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوانا نكمل، إحنا وصلنا في المرة اللي فاتت إن إحنا هنا رسمنا الكروس سيكشن بالإعدادات اللي إحنا شفناها. عايزين نحط جداول الكميات ونحسب الكميات للكروس سيكشن اللي إحنا إيه اللي إحنا رسمناها. هنطلع على السيكشن، ومن السيكشن هنقول له كمبيوت ماتيريالز، وده السنتر لاين، وده السامبل لاين جروب. طيب السامبل لاين جروب اللي هو السطح اللي هو هينشئه هيكون ايه؟ هيكون ايرث وورك. احنا عايزين حسابات الايرث وورك كات والفيل. طيب الناشرال جراوند عندي ان جي ال، والكوريدور اللي هنحسب عليه اللي هو ده اقول له اوكي، هيحسب عندي الكميات بالشكل ده، وهينشئ سطح اوتوماتيك. والسطح اللي هينشئه اوتوماتيك. والله مش عارف ايه السبب اللي هنا، ايه الحكاية، نبقى نشوفها. ادي هنا ايه، ممكن يكون مفيش كوريدور في اخر الايه، في اخر ستيشن، لان لو نلاحظ ان ده اخر ستيشن يبقى الكوريدور مش موجود هناك، عايز يتمد شوية الكوريدور. هنا ادي الايه، ادي الفيل. نلاحظ ان الفيل ان ده فيل، هو هشر الايه الفيل بس، لان احنا السطح اللي احنا خدناه الداتم، فبقى عندي ده البوتوم اوف سب جريد، وادي الايه التوب اوف سب جريد. ممكن نغير الستايل، وممكن نخلي ده فول كود، بس احنا اخترنا ده عشان الايه الكتاب الستايل بتاع الكتاب اللي موجود عندنا. عايزين نشيل الهاتش، ممكن نخلي ايه، ازاي نعمل للهاتش، اقول له ايه هنا ده السكشن بتاعي، ادي الايه. دايما التعديل بيكون من سيكشن فيو جروب، عشان ده اللي بيعدل الايه اللي بيعدل كل الاستيشنات كلها مره، ايه مره واحده. لو رحت السيكشن بقى عندي هنا ايرث وورك، اضغط على البيزك واضغط على الايديت، ومن الايديت اقدر اغير الايه الهاتشنج. اضغط هنا على السوليد واقول له براوز، واقدر ايه اقدر اخد مثلا ايه اي هاتش. طبعا ايه احنا الهاتش، او ممكن اخليه من غير هاتش، ممكن اخليه من غير هاتش خالص، اقول له هنا ايه هنا طبعا تعديل من هنا، اقول له كانسل هنا، اخليه هنا وزود. لو قلت له هنا نو شادنج اوكي، هقول له اوكي. ممكن نعدل الشادنج ونعدل الهاتشنج، واذا قلت له نو شادنج هشيل الشادنج. والله انا بفضل ان يكون ايه نو شادنج. اللي عايز يعمل شادنج يغير، وعرفنا بنعدل ايه بنعدل منين. بعد كده هنلاحظ هنا الخط الازرق ده اللي هو ايه بعد انشاء الايرث وورك. طيب هنعمل ايه؟ عايزين نعمل جداول الكميات بعد ما حسبنا كده البرنامج. حسب بقى البرنامج ما حسب، اطلع على سيكشن، ومن سيكشن اقول له هنا اد تيبل توتال فوليوم بالشكل ده. عايز كم سطر؟ ممكن اخليها 30 سطر. 30 سطر طبعا الورق الاي 4 بتاخد 30 سطر، اقول له اوكي. وهنا اضغط على في مكان فاضي، اضغط على اخد الجداول بال 30 سطر، خد الايه عمل سطر لوحده. ممكن نخليها 29 او اي حاجه. طبعا احنا ايه دي الكميات، ايه الكميات بتاعتنا، ودي الجداول بتاعت الكميات. باقي اننا نحط هنا جداول الايه الماتيريال بتاعتنا. الجدول هنجيبه منين؟ من نفس الايه، ولا ممكن ناخد هنا اقول له سيكشن فيو جروب. هنا هاخد عندي سيكشن فيو، وهعمل هنا الايديت، ده هيديني الايه التشينج فوليوم تيبل. طيب من التشينج فوليوم تيبل انا عايز اضيف فوليوم تيبل هنا الماتيريال، هاخد توتال فوليوم. طيب من توتال فوليوم هنا البيزك، وهضغط ايه اد، ومن اد هضغط اعمل تعديل للتكست. اضغط هنا عشان اعدل التكست بتاعت التيبل، لان احنا هنا غيرنا صغرنا الايه التكست، فالمساله ما بقتش ديفولت خالص. فهنا هنلاقي هنا 4، لا احنا عايزين اخليها 1.1، وهنا اخليها 1.1، وهنا اخليها 1.1.
وهولوي. اوكي هول اوكي. شايفين مكان التيبل ده ممكن يبقى فوق، ممكن احنا لو خلينا هنا ميدل رايت هينزل عندي ايه بالشكل ده، يبقى اظن كده يكون ايه، كده يكون افضل. لو قلت له اوكي هنشوف هيعمل عندنا ايه، هيضيف عندي كله، هيضيفه كله مرة واحدة. يبقى كده قدرنا كده نعمل، عرفنا ازاي نعمل تعديل للهاتشنج، ازاي نضيف التيبل للكميات وجداول الكميات لكل سيكشن. هنشوف طبعا بقى الشكل كده مقبول، عايزين نكبر شوية وممكن نلغي الايه، نلغي الخطوط ديت. بقى عندنا الشكل كده معقول ومقبول جدا طبعا، ونقدر نطبع ونقدر نعمل. طبعا هنشوف في درس تاني ازاي نقدر نطبع بشكل جميل وشكل كويس. هنا عندي برضو بالمرة هنا بالنسبة للايه، بالنسبة للشادينج بتاع الايه، بتاع الكوريدور. انا عايز اعمل عايز الون الايه، الون الكوريدور واشوف الفيل والكت عندي إيه؟ هعمل ايه، هطلع على هنا جنرال، ومن جنرال هاخد تول سبيس، الله يفتح عليك، ومن تول سبيس هاخد هنا سيتنج، ومن سيتنج هطلع هنا على ايه، على ادي الايه هنا عشان الشادينج بتاعتي اول كود فروم وير وي تيك يا ناصر، ديس ماتيريال دي اول كود. هنا اخد كود سيتي ستايل من جنرال واعمل ايديت. ده هنا تعديل الايه، الاكواد. انا هاخد من اللينك، انا عندي اللينك، هاخد من اللينك الايه، البيف 1 او البيف. طب احنا عارفين الطبقات بتاعتنا، البيف اللي هي طبقه ايه، الاسفلت، اللي هي طبقه الاسفلت الاولى، وهنشوفها دلوقتي على الايه، على الكوريدور. هنا لو خدت الايه، ادي الايه، ادي البيف، بيف اند بيف 1، ادي الايه، ادي البيف او البيف 1. لو خدت البيف وجيت هنا ايه، هنا رحت عامل هنا ريندرينج، واخليه هنا مثلا ايه، هشوف انا ايه اعمله ايه. انا ممكن نخليه هنا جراس او اي حاجه، يعني جاردر او جراس او جرافل ميلينج. فين ريل والله، اي وانت سوليد سي جري في الماتيريال والجيف هاتش ديس كات ماتيريال. هنخليها ايه، نخليها ايه، عوائنا في الموضوع ده خلاص، الفيديو بقى كبير. هنا ايه لو خليتها بيف اوكي، لو قلت له ابلاي، انا عندي الهاتش بقى بالشكل ده، بس طبعا شكله مش عاجبني بصراحة. هطلع تاني ايه، هطلع تاني واخد ايه، لو قلت له ايه بريدج، اظن البريدج هيكون افضل. ابلاي، هلاقي ايه بقى بشكل الايه، بشكل اسفلت. طيب انا عايز الايه، اقول له كده ايه اوكي. عندنا البيف، طبعا عرفنا احنا بنعدل منين وازاي بنضيف الايه، بنعمل هاتش كده، بنعمل هاتش للايه، للاسفلت. هنا بقى لو عايزين، هنا طبعا الخط اللي جوه اهوت شايفينه، ممكن نعمل، ممكن حضراتكم بقى تعدلوا زي ما انتم عايزين، وعرفنا احنا بنعدل منين. طبعا ده الكوريدور بتاعي، عايز اعمل تهشير للفيل والكات. اعمل تهشير للفيل والكات، اعمل تهشير للفيل والكات، هياخد ايه كوريدور بروبرتيز من كوريدور. طبعا احنا بالمره عشان بنظهر الايه السكشن بشكل كويس، لازم هظهر الايه الفيل والكات بشكل كويس. هقول له اد سلوب باترن ولا ايه، اضغط هنا على الدي لايت اللي هو الايه، لان احنا ضغطنا في منطقه كات، هقول له دي لايت كات. الدي لايت اللي هو الايه، المكان اللي هو الكاتش بوينت، يعني الكاتش بوينت او التقاء السايد سلوب مع الناشر جراوند. اقول له اوكي. طيب اضغط فين عندي بالشكل، هاخد التهشير من هنا
ولو قلت لي اوكي نشوف هيعمل عندنا ايه. بقى عمل عندنا تهشير للايه؟ تهشير الكت. وهنا نفس الايه؟ نفس الموضوع. هقول له اد واعمل هنا نفس الموضوع ديليت كت هنا، اعملها هنا واقول له ايه؟ واقول له اوكي. هنا يعمل تهشير للكت. لان المنطقه ديت عندي منطقه ايه؟ منطقه كت. طيب عندي عايز اعمل تهشير للفيل، نفس الموضوع اعمل هنا واروح اد اوكي ديليت فيل، هو بيعرف الفيل من كت، اعمله كده واقول له اوكي يعمل تهشير للفيل. طيب هنا اصبح عندي الفيل. ليه الخط الكبير نازل منين؟ هنا نازل الفيل عندي كده ماشي. هنا طبعا ده الديفولت بتاع البرنامج، واحنا ايه بنتعامل مع ديفولت البرنامج عشان يكون سهل على جميع الناس. كده بالشكل ده هنا التهشير ماشي. طب هنا خلاص احنا هشرنا كله كده. هنا بقى فيها عندنا تهشير الفيل والكت كده ايه. وبكده يبقى انتهى الدرس بتاعنا. عملنا البلان. هنا ممكن نشوف اللير بتاعه ونخفيه ونخلي الايه، نخلي بس كده الكوريدور. ممكن نعمل بلان بروفايل شكله جميل جدا، ومعانا الكروسكشن وعرفنا الاعدادات كلها. وجزاكم الله خيرا، الى الدرس القادم ان شاء الله.